الطفل علشان خاطر ان هو بيتعلم في المنظومه التعليميه، اغلب التركيز الحالي اللي احنا بنشوفه من وخاصه اللي بيدينا الفيدباك ده الامهات، لا انا عايز ابني يطلع الاول، لا انا عايز، انا زعلان جدا على نقصان الدرجه اللي هو ناقصها. طيب الاختبارات بتاعتي بتقيس اختبارات تحصيليه للحفظ دون الى حد ما الفهم، بدليل ان احنا بنلاقي بعد كده الطالب يجي يقول لك انا يا دوب انا حطيت الحاجه ونسيت بعد كده ايه اللي حصل في الامتحان، لان الهدف من عندهم هو تحصيل اكبر قدر ممكن علشان خاطر يضع في ورقه الاجابه ثم الانتهاء من الامر. لكن ايم بجميع الخدمات بتاعتها اللي هي بتقدمها، سواء من تدريب المدرسين على العمليه التعليميه سواء وجها لوجه او في الفتره القادمه نتيجه الظروف اللي حاصله في كورونا من خلال المنصات التعليميه ومن خلال الاونلاين، فده تدريب المدربين المعلمين بيحتاج شق جامد علشان خاطر هو اللي بيتعامل مع العمليه التعليميه وجها لوجه مع الطالب. التدريب بيشمل كل جوانب المعلم، المعلم هو بشر مثله زي الطفل، فلازم اراعي فيه الجوانب النفسيه لكي يتفهم نفسه ويتفهم من امامه. ده رقم اللي عندنا الجانب التعليمي الخاص بالمعلم، مدى الجوده المعلم في نقل العمليه التعليميه الى الطالب. تمام تمام كده. فالمدرب بنشمله من حاجات كتيره جدا، الجزء العقلي الخاص بالمعلم اللي هو غير الاكاديمي، لا جزء عقلي اللي هو ازاي احلل، ازاي اخطط، ازاي اكون عارف انا بنتقل من ايه لايه والهدف وهوصل بالنتيجه ايه هاخدها من الطالب.